لقي 62 هايتيا مصرعهم جراء انفجار صهريج للوقود، وخلف الانفجار الذي حصل في مدينة كاب هايتيان ثاني أكبر مدن البلاد أيضا 48 جريحا أغلبهم في حالة حرجة. وانفجر الصهريج نتيجة انقلابه بعد محاولتهم تجنب الاصطدام بعربة توك توك، وتهافت سكان نحو الشاحنة للاستفادة من الوقود المنسكب على الرغم من تحذيرات السائق لأن الانفجار وقع وأدى إلى مصرع أغلبهم. وهايتي دولة فقيرة تقع في منطقة الكاريبي، وهي تعاني من نقص حاد في الوقود بسبب سيطرة العصابات على جزء من طرق الإمدادات. وفي الأشهر الأخيرة عززت العصابات سطوتها وسيطرت على طرق مؤدية إلى المصافي النفطية الثلاث في البلاد، واستولت على أكثر من 10 شاحنات لنقل المحروقات وطلبت فديات باهظة مقابل الإفراج عن السائقين. Thank you.